떨어 가리니. باروخ كل يومين ورح اسافر اسرائيل، يا ترى رح اقدر اشوفك هونيك؟ اكيد، بس انا خايفه ما ارجع اشوفك تاني. ليه بتقولي كده؟ مارسيل انا لازم اشوفك تاني، انا عمري ما فتحت قلبي لحد في الدنيا زي ما فتحته ليكي. اوعى مارسيل، اوعى ما اشوفكيش بجد. وفور بوري مالها؟ يعني انت مسافر وراه ولا نسيت؟ يمكن في الأول كان إنما دلوقتي لا، أنا مسافر علشان أحقق نفسي، عايز أعمل لي كيان، وعندي أمل كبير قوي إن أبقى حاجة مهمة جدا. ما في كيان بدون وطن، وما فيش وطن من غير حب. يعني الواد ده معلهوش أي حاجة، والبت دي كل اللي همها إنها تمثل. أمال مين اللي وراها وعايزين منها إيه؟ كل التحريات اللي عملناها على العيلة دي بتؤكد إنها عيلة عادية جدا، يهود زي غيرهم كتير كانوا عايشين في حالهم، وما تورطوش في اي مشكله ولا ليهم اي علاقه باي حد من اللي وراهم مصايب التهريب او التجنيد. ايوه بس الاخ ده سافر بطلب هجره من الصليب الاحمر. ودي تفرق فيها يا فندم. يعني مسافر برغبته. ده اعتمد في طلبه ان هو مش مطلوب في اي قضيه ولا معاه اي مشكله مع الحكومه المصريه. طب ما دام هم كانوا مرتاحين قوي كده وما عندهمش مشاكل، تفتكر مين اللي اقنعهم بالسفر؟ ممكن خافوا بعد اللي حصل في العدوان؟ أو ممكن يكون حد خوفهم وأقنعهم بالسفر. سيادتك لسه قلقان من حاجة؟ قلقان من حاجات كتير أوي يا سالم. عايز أعرف البت دي وراها مين وعايز منها إيه؟ أمرك يا فندم. استمر في المراقبة. أمرك يا فندم. أخبار موسى إيه؟ شوقي استلمه من بدري وأكيد هيجي لسيادتك بالتقرير. أنا متأكد إن اللي بيراقبوها دول وراهم بلاوي يا فندم. أدهم، أنت مش ملاحظ إنك لخصت مشروعك كله في حكاية بنت يهودية عليها شكوك؟ لا يا فندم، أنا ماشي في سكتي زي ما أنا، وبجمع المعلومات اللي سيادتك قلت لي عليها، بس حكاية البنت دي مثيرة جدا للاهتمام. أنت عارف عدد المهاجرين اليهود كام؟ 50,000، والشريحة اللي أنت محددها لا تقل عن 15,000. يعني أنت لازم تبقى عارف كويس قوي أنت عايز إيه من البنت دي عشان تجيب نتائج في بحثك. هيحصل يا فندم إن شاء الله. مشاويره كلها محدودة يا فندم، وبيتحرك في إطار عادي جدا، بيروح شغله الساعة 8 صباحا وبيرجع حوالي الساعة 2 بعد الظهر، ودي يا فندم أول وردية لي. بعد كده بيروح تاني الساعة 6 وبيخلص حوالي الساعة 9. فترة الراحة بتاعته بيروح ياكل في مطعم في وسط البلد، وغالبية الوقت قاعد مع 2 من أصحابه في قهوة ريش، ومنهم يا فندم واحد شغال معاه في عمر فندي. الاتنين دول يهود طبعا. مظبوط سيادتك. عايز أعرف كل حاجة بيتكلموا فيها، وخليك ورا كام يوم، عايز اعرف بيروح فين وبيقابل مين. في التقرير قدام سيادتك ده كلام لناس يعرفوه وشويه من زمايله وعيون لينا في المنطقه اللي هو شغال فيها. ده غير طبعا يا فندم متابعتي ليه على مدار اليوم كله امبارح. والناس شايفاه ازاي؟ زي ما قلت لسيادتك بالظبط، عادي جدا، ما بيصيرش اي مشاكل، اختلاطه بزمايله محدود ودايما في حاله. طب روح انت يا شوقي. متشكر. حاضر يا فندم. بقول لك امرني معليك. هو بيقعد على القهوه تريش امتى؟ بعد الشغل، وعرفت كمان انه بيروح فتره الراحه ويوم الاجازه. شكرا يا شوقي، اتفضل انت. بعد اذن سيادتك. قهوة ريش. حبيبي هات لي ازازة وانت جاي. ايه؟ معاك فلوس تدفع ولا هتدبسني زي كل مرة؟ ده اسمه كلام؟ هدبسك طبعا. بس انا معيش فلوس. لا بقول لك ايه، الا دي طلع لتحت البلاطه، مش هتيجي على الازازه دي يعني. ازازه موسى. اشكرك. بص بقى، انا عايز شويه مزه على كيفك، والحساب عند ايدي. ها ارحمني شويه، انت بتكسب قد كده.
تودي فلوسك فين؟ فلوس ايه؟ هي فين الفلوس دي؟ ما انت شايف الدنيا ماشيه بالتيله. انت مش كنت مسافر؟ ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه؟ احنا جايين هنا نتبسط وننسى هم اليوم. اشرب قلي. بس انا بفكر اعملها. تعمل ايه؟ اسافر. اشرب قلي. صحتك حبيبي. ايه باروخ؟ اخدت كل البيانات؟ وخدتهم عشان ما انساهمش. فرحان انك رايح اسرائيل؟ اكيد. اتمنى انك تحقق كل احلامك في عرض الميعاد. ضربة. شالوم. مارسيل؟ مارسيل؟ شو في يا باروخ؟ انا جيت كتبت لك كل البيانات اللي تخصك. قصدي تخصكم كلكم. ليش تعلقت؟ واول ما عرفت ان هم هيعلقوها الصبح جيت من بدري وفضلت مستني. عشان ما تقفيش في الزحمة. اوف قديش رقيق باروخ. طب يا ريت تغيري هدومك بقى علشان نروح مكتب التسفير ونستلم التذاكر. يا ريت نسافر مع بعض. يا ريت يا باروخ. طيب انا راح فوت غير تيابي وراح اجي لعندك برا. وانا مستنيكي. باروخ انا ما بعرف شو بدي اقول لك. انا كتير مبسوطة اني تعرفتها شخصية مثلك. وانا كمان مارسيل. لدرجة اني مش متصور اننا ممكن ما نشوفش بعض تاني. ليش عم تقول هيك؟ مش عارف. المفروض انا اللي خاف. ليه؟ مش يمكن لما تروح اسرائيل تقابل فوربوري وتنسى اي حدا غيره؟ فوربوري؟ طيب رح فوت غير تيابي واطلع لك برا. ما رح اتاخر عليك. وانا مستنيك. شالوم. شالوم. علشان تصدقني لما اقول لك انك مش عارف انت عايز ايه بالظبط. ليه بتقولي كده ماما؟ لا ابدا. مش دي برضه خيمه مارسيل؟ لا. ايوه بس دي فيها حاجه؟ لا ما فيهاش حاجه. خلاص علقوا الورق. ايوه. مبروك. رايحه فين ماما؟ هو حد فينا بقى عارف هو رايح فين؟ كله محصل بعضه يا حبيبي. انا جعان وليا مزاج اكل بره ليلاتي. وانا تعبان ونفسي انام بس مش قادر يا فندم. فاكر اللي انت بتعمله ده مش هيجيب اي نتيجه. ازاي يا فندم؟ انا وصل لحاجات كتير جدا. انا ما اقصدش البحث، انا اقصد طريقه الشغل. ان لبدنك عليك حقا. كلنا كنا زيك كده في البدايه، بعد كده عرفنا ان الراحه هي اسرع وسيله للانجاز. عندك حق يا فندم. طيب يلا بقى لم ورقك ده وتعالى معايا. على فين؟ هنروح اي حته، مهم ناكل لقمة حلوة ونسمع شوية مزيكا حلوين ونشوف ناس تانيين. بس أنا اللي عازمك يا فندم. يا سيدي مش مهم مين اللي عازم، المهم نخرج وخلاص. هو طبعا يبقى أجمل لو أنت اللي عازم. يا ست أنت بقالك ساعة بتقلبي في القماش، هي بترسي على بره، هتشتري ولا مش هتشتري؟ يوبر كده. يوبر يوبر ده يا الدلعادي. ايه شايفني مزبله ولا شايفني مزبله؟ في ايه يا ست الستات؟ مالك يا لام زعلها ليه؟ شايف شايف اللسان اللي بينقط عسل؟ امريلي. تسلم يا خواجة. انا عاوزه حته قماش هعملها جلابيه لامي. طلبك عندي. ايه رايك بقى في الحته دي؟ ما بتطلعش الا للحبايب وسعرها مهاوي. وانا مش هكسفك يا خواجة. قص يالا وبسرعه. اهلا بالحبايب. خير؟ ها انت متاكد؟ ايوه شايفهم بعينيا. وهم فين دلوقتي؟
هواك؟ ليش عم تطلع فيي هيك؟ انتي مصرة بقى ان ندم اني شفتك؟ معقولة؟ طب ليش؟ لاني مش هستحمل ان اسيبك. بس انت وعدتني ان نتقابل. انا نفسي اروح ابوس ايديهم ورجليهم عشان يبدروا رحلتك او ياخروا رحلتي عشان نمشي مع بعض. كل ايام ما رح تفرق كتير. يمكن بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي تفرق كتير. ممكن افهم كلامك غلط. ارجوك افهمي غلط. انا اليوم حبيت تكون احلى صورة لإلي. هي احلى صورة شفتني فيها. انتي احلى من احلى حاجة حصلت في الدنيا. بعتبر هيدا غزل؟ غزل. انا اليوم بدي اكل كتير واشرب كتير واستغل كل ثانية قبل ما تخلص هيدي الليلة. وانا عايز افضل باصص لك كده على طول، مش عايز عيني تفارق ملامحك لحظة، عايزة تحفر كل حتة فيك جوايا. لا خايم. لا خايم. في صحة جمالك. في يهود كتير قوي مشوا من مصر من غير سبب، يعني مش لازم يكون ورا كل واحد هرب حاجه، مش لازم. ايوه فندم، بس اللي بيحصل للبنت دي مسيء جدا للشك. ايوه انا معاك، بس انا مش عايزك تحمل الحكايه اكتر مما تحتمل عشان ما تشغلكش عن حاجات تانيه اهم. طبعا انا حاطط ده في الاعتبار يا فندم، بس انا اتعودت لما امسك خيط لازم اجيب اخره. على فكره انا معجب بطريقه تفكيرك قوي يا ادهم. عارف ليه؟ عشان فيها حماس منظم. كلنا عندنا حماس. الناس اللي في الشارع دي كلها عندها حماس انها تعمل اي حاجة للبلد دي. لكن اللي زيك بيعرف يوظف حماسه لتفكيره. وده اللي مخليني متفائل بيك. دي شهادة يا فندم اهم عندي بكتير من الماجستير اللي بحضره. دراسة القانون مهمة قوي في شغلنا يا ادهم. عشان كده انا متحمس لك. القضايا اللي بنعملها لازم تبقى مستوفية كل الشروط القانونية. ما ينفعش تطلع في شنك بسبب ثغره كده ولا كده. ويوم ما المحكمه ترجع علينا قضيه يبقى نقعد في بيوتنا احسن، ما نشتغلهاش. ده اللي مخليني عينيا في وسط راسي يا فندم. اتفضل بقى كل احنا متفقين ان احنا نيجي نتعشى وبس، انت برضه جرجرتني بالكلام على الشغل. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. قول لي بقى. انا اللي بدات الكلام بقى. معلش. قول لي بقى يا سيدي، ما اتجوزش ليه؟ اتجوز؟ هتتجوز؟ مالك بتقولها كده كأنها حاجة غريبة يعني. لا يا فندم، أصلي فكرتش في الموضوع ده قبل كده. ليه؟ ما حبيتش عمرك؟ لا يا فندم، حبيت. حبيت قوي كمان. طيب ما اتجوزتهاش ليه؟ قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لفهد. كاتب المقاومة الشعبية كان اسمها دينا. اتعلمت منها حب الوطن ولقيت فيها الأمان اللي احنا بنحارب عشانه. فجأة يا فندم كل حاجة انتهت. البيت بقى كوم تراب زي وزي بيوت كتير قوي دمرها العدوان. كفنتها بإيدي، دفنتها جوايا. على قد ما حبيتها يا فندم، على قد ما كرهت الصهاينة. ومستني اليوم اللي اخد طريق فيه يا فندم. انا مش هسيب طريق ابدا. بقيت حاسس ان الموت محوطني من كل حته.
بكذب لما بقول ان انا مش خايفه حسن، عشان انا خايفه وخايفه قوي كمان. حسن بيقربوا مني كل يوم اكتر من قبل، كل ما الحلم بيكبر جوايا كل ما بخاف اكتر، كل ما بحقق حاجه منه الاقي نفسي قدام مصير مجهول، حد بيزقني البراويد براويد ملوش قرار. احنا بنكرهكوش يا بروف، ودليلنا انا معاكي وجنبك. انا مش خايفه منكم حسن، انا خايفه منهم هم اللي حكيتي لي عليهم، اللي عايزيننا نحلم حلمهم ونحقق اللي هما بيتمنوا. مصر أأمن مكان في الدنيا، وناسها أطيب ناس، فاتحين قلوبهم قبل بيوتهم لأي حد بيحبهم. وأنا حتة من البلد دي حسن، أحب شوارعها وحواريها وبموت في ناسها وترابها، وشفتش منها إلا أيام حلوة وقلوب صافية وبيوت دافية، عشان كده خايفة يجبرونا سيبها. محدش يقدر يجبرك تسيبيها. يعني هما يقدروا. بتسلمي لهم ليه؟ بلغي عنهم. مقدرش. ليه؟ مش هيسمحوا لحد يعطل حلمهم. وانتي ممكن تعطليهم في ايه؟ مش عارفه، بس انا متاكده انهم مش هيسيبوا. انا عارفه انهم مش هيسيبوا. موسى ده قرب منك؟ كلمك بعد ما اخوك سافر؟ طلب مني حصل اخويا وماما، بس انا قلت له لا. امتى؟ مش مهم، المهم انهم بيقربوا مني كل يوم اكتر من اللي قبله، وانا خايفه حسن، خايفه قوي. من شو خايف باروخ؟ خايف لا تحرم منك. وانا كل ما احب حد واتعلق بيه اتحرم منه وافضل اجري وراه لحد ما نفسي اتقطع. يمكن لانه بعد ما حبيت شي عن جد. ليه بتقولي كده؟ لانه انت هيك، يمكن هيدا اللي مخوفني منك. جايز يكون عندك حق، بس انا عشت عمري بحاله، ولا دخلت علاقه ولا حسيت بمشاعر. كنت مهتم بشغلي بالفلوس حاجات كتير، وفجأة كل حاجة جوايا اتحركت، وقلبي مبقاش راسي على بر، بقى يتنطط من هنا لهنا لحد ما هدي حالي. شفت بقى انه ساعات بتتسرع، كنت رح تورط حالك معي بكلام انت مش قده؟ لا 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 لا، انت حكاية مختلفة. يعني فربوريه مثلا شبه الحلم اللي انا رايحه في الوطن، حاجة كده مجهولة ملهاش اول من اخر، مش ضامن اذا كنت هشوفها ولا لا. انما انتي حقيقه قصاد عيني، لامسها وشايفها وحاسسها بكل مشاعري. نفسي تشوف الوطن مثل ما انت شايفني. اسرائيل رح تبقى جنه لو شفناها حقيقه مش حلم. بديك تامن فيها، ولازم تكون عارف قبل ما تحط اجريك بارض الوطن رح يكون إلك بيت، بيت مقفول عليك بابه، ما حدا بيقدر يطردك منه، لا ثورة ولا عساكر. باروخ خد. ايه ده؟ فردة حلق، خليها معك تضلك فكرني العمر كله، سواء تقابلنا ولا ما تكمليش. احنا هنتقابل تاني. اوعى تعملنا، هكتب وصية تدفن معايا لما اموت. بعد الشهر صحتك. في صحة يوم جاي، يوم حنتقابل فيه تاني، في صحة وطن لامم كل حتة فينا، في صحة أرض المعاد. وجودة مع الولد ده خطر، ما احناش حملوا الأيام دي، العيال دي طالعة فيها وفاكرين نفسهم بقوا أسياد البلد. أكتر حاجة بتحركهم اليومين دول لعبة الوطنية، فمش بعيد الولد ده لو حس بأي حاجة من ناحيتها يروح يبلغ. هو ده اللي قلقني إيزاك، عشان كده جيت لك. ممكن جدا يكون في حد ورا الولد ده، يعني لو قربنا منه ممكن نروح في داهية. العساكر اللي ماسكين البلد مش سايبين لنا فرصة نتنفس، ليهم عيون في كل حتة، ما هماش طرابيش عايشين في نعيم الدنيا زي اللي قبلهم. طبعا في حد من عيوننا وراهم شمعون. طبعا ازيك، واول ما هيتحركوا هيجي لنا الخبر. انت بتفكر في ايه ازيك؟ خناقه بين شباب سكارى على بنت حلوه. قصدك ان احنا حاولنا مره و لا، انا عايز بروفيت تكون عندي الليله. الو
ايه؟ انت بتقول ايه؟ عربيتي ثلاث شباب وخطفوها. شفتوا وشهم؟ شفت واحد فيهم بس ما لحقتش، خبطوني على دماغي الاول ما فوقت بيت على هنا جري. انا خايف يعملوا فيها حاجه، اكيد هيعملوا فيها حاجه. حسن ارجوك تهدى شويه وتقعد. وصف لي شكل اللي انت شفتهم بالظبط. يا حبيبتي انت مالك مخضوضه ليه كده؟ انت مين؟ معلش ما تزعليش مننا، اصل رجالتنا اغبية شويه مش عارفين مقدارك عندنا، واللي حصل منهم ده غلطه هنحاسبهم عليها. انا ما عملتش حاجه عشان تعملوا معايا كده. احنا عايزين نحميكي يا حبيبتي. من مين وليه؟ من نفسك ومن اللي عايزين رقبتنا كلنا. انا ماليش دعوه بحد، انا ماشيه في حالي. احنا عارفين. هما اللي عايزين مني ايه؟ عايزين مصلحتك يا حبيبتي. مصلحتي؟ مصلحتي انكم تخطفوني بالشكل ده؟ ما قلنا انها غلطه. خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. انا عايز اعرف انتوا عايزين مني ايه. طول ما انت في مصر اخوك في خطر. اخويا ما ينفعش تفضلي، لازم تسافري. اسافر؟ اسافر فين؟ انا ماليش مكان تاني عشان اروح. انا طول عمري عايشه هنا ومستقبلي كمان هنا. كلنا ملناش الا مكان واحد. مطرح ما راح اخوكي وامك. اذا كنت عايزه تعيشي يبقى لك مستقبل. كده انا عرفتكم. عرفتكم. هي دي اسالبهم. اللي عملوه ده قربنا منهم قوي. بس موسى النهارده تحركاته عاديه قوي. ما بانش عليه اي حاجه. موسى ده مجرد طعم رموه للبنت عشان تخاف. الخوف الحقيقي من اللي وراه. واضح ان هما ناس بروفيشنال وعارفين بيعملوا ايه كويس. وحسن معقوله ما يكونش ليه علاقه باللي بيحصل ده؟ هنعرف. عشان كده انا سبته يمشي، مش عايزه يغيب عن عينيكم، وعايز مراقبه موسى تستمر. في معلومات على مكتب سيادتك تخص مجموعه الناس اللي هاجروا قريب برا مصر، فيها كل حاجه تخصهم. كويس قوي. يا رب البنت تظهر تاني، هي دي اللي هتوصلنا ليهم يا سالم. يا رب. انت ايه اللي معاك كده؟ حسن انت كنت فين؟ انت اللي كنت فين ومين الناس اللي خطفوكي؟ ها؟ لا دي شويه عيال سكرانه كده كانوا قاطريني من ساعه ما خرجت من الكازم. عيال سكرانه؟ اه بس انا فضحتهم وفضلت اصرخ واصوت لغايه ما الناس اتلمت علينا، وهم اول ما شافوا الناس سابوني وجريوا. انا كنت هتجنن، ما بقتش عارف اعمل ايه. خدني من ايدي يا حسن دخلنا نام، حسن انا مش قادره اقف على حالي. تعالي. انت اتخضيت عليا؟ طبعا. انا خفت يكونوا الناس اللي انت خايفه منهم. وانت رحت فين؟ بلغت البوليس وعدوني ان هم هيدوروا عليك. وقلت لهم حاجه؟ انا قلت اللي حصل بس. يعني ما جبت سيره اي حاجه من اللي قلتها لك؟ لا بس كنت اعمل ايه؟ هو ده كان الحل الوحيد قدامي. حسن اوعى اكون قلت لهم اي حاجه. لا اطمني. وفرت قالت حاجه مش هتقول. وانت ضامنها كده ازاي؟ عشان خايفه. يمكن الخوف ده يخليها. خليها ايه؟ تفتكر انها ممكن تروح للمصريين برجليها؟ كنا خلصنا منها. دلوقتي صعب، حسن هيدور عليها وممكن قوي يبلغ، ساعتها هنخش في دايره مقفوله احنا في غنى عنها دلوقتي، عشان كده انا سبتها تروح له. البنت دي لازم تسافر ايزاك. هتسافر؟ انا عشان كده انا قابلتها بنفسي. لازم تعرف ان هو ده الحل الوحيد اللي قدامها، ان حطينا بيننا وبين المصريين. هتفكر الف مره قبل ما تعمل اي حاجه، وفي الغالب هتيجي لغايه عندنا
وتطلب انها تحصل اخوها. كده يبقى خلاص احنا كده مش ناسيين حاجه ولا ناسيين حاجه. ماما انت حطيتي كل حاجتك في شنطتك؟ ايه ماما مالك ساكته ليه؟ خلاص هنسافر، يا دوب نلحق الاتوبيس اللي هيودينا المينا. قلبي مش مرتاح للسفريه دي. تاني ماما تاني تاني وتالت وعاشر، وطول ما فيا نفس هفضل اقولها قلبي مش مرتاح للسفريه دي. خايفه عليك باروخ. ماما احنا رايحين الوطن، اخيرا هيبقى في ارض تلمنا ونحقق كل اللي بنحلم بيه. يا حبيبي اللي زينا بيروح عشان يموت، احنا يهود الشر يعني درجه تانية، مش يهود اوروبا هيعملوا لنا حساب ويدونا فرص نعمل اللي احنا عايزينه. دي ناس بتصطاد اللي في سنك ويرموه في الجيش عشان يموتوا ويحققوا احلام ناس تانية خالص. ماما انا ماليش دعوه لا بحرب ولا بمشاكل، انا رايح اشتغل اللي اتعلمته. مش هيدوك فرصه، وفي مصر برضو ما كانوش هيدوني فرصه، ما كنتش هقدر احقق اي حاجه. واذا كنا في وطننا درجه تانية فكنا هناك هنبقى درجه تالتة بعد المسلمين والمسيحيين. كلام مالو بمخك عشان تبيع لهم عمرك. واذا كنت خايف من كل ده تعال نروح اي بلد تاني، بلاش اسرائيل. ما بقاش في اختيار ماما، ما بقاش في اختيار. يلا عشان نلحق الاتوبيس. احنا خلاص قربنا قوي. خايف اشوفكيش وانت بتودعيني. انا كمان ما بحب لحظات الوداع، بس ما قدرت الا اجي وشوفك وملي عيني منك. وعد ان احنا هنشوف بعض؟ وعد انك ما تنسيني بروح. صعب قوي تتنسيني، عايز حد جامد وانا مش جامد. ازيك موسى؟ انتي؟ ايه؟ المفاجأة خرست لسانك؟ اعملي نفسك بتشتري أي حاجة عشان ما فيش أي حد يلاحظ. خايف من مين؟ انت جاية هنا عاوزة ايه؟ عاوزة أعرف أنا عاملة لكم مشكلة ليه؟ أنا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه؟ انت فاهم كويس موسى، وما تحاولش تعمل فيها غبي. الغباء هو اللي انت بتعمليه دلوقتي. قول لقرايبك يبعدوا عني، وأنا مش هنطق ولا كلمة، ولا كأني شفتهم. قرايبي مين؟ أنا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ عن اللعب في دماغ باروخ وخليه يمشي. بقول لك ايه، ده مكان شغل، انا مش عايز مشاكل. لو اي حد لاحظ هيودينا احنا الاثنين في 60 داهيه. احنا اللي هوديكوا كلكم في 60 داهيه لو ما بعتوش عني. مفيش مقاسات الضغر ديت؟ للاسف فندم مش موجود، بس ممكن تلاقي في اي فرع تاني. متشكرين. ممكن بقى تمشي دلوقتي حالا؟ انا قلت لك اللي عندي موسى، ويا ريت تبلغه له. سلام. صبري، ممكن بس تقف مكان لحد ما اعمل تليفون؟ هي الزبونه دي كانت عايزه منك ايه بالظبط؟ لا دي واحده مجنونه ومش عاجبها حاجه خالص في المحل. واحده مجنونه؟ ما تشغلش بالك انا مش هتاخر. ها؟ براحتك. امتى حصل ده؟ طيب طيب انا خلاص هتصرف، خليك انت في شغلك. البت دي مش هتجيبها لبر. يا حبيبي بالراحة على القماش، دي فلوس ناس يا بابا. حاضر يا خواجة حاضر. شوية ضمير بقى. كنت متأكد إنها هتظهر، بس مش بالسرعة دي. ظهورها في الوقت ده جه في مصلحتنا تماما. موسى مش لازم يجيب عن عينينا، والبنت دي عايزة تتحط تحت مراقبة دقيقة جدا، نعد عليها النفس اللي بتاخده. لازم نوصل للي بيحركوهم. كان باين عليها متضايقة أوي يا فندم، وهو كان مرعوب. يظهر ان الزيارة دي ما كانتش على بالهم، وانها عملت عكس اللي توقعوه.
بالظبط سيادتك، كان واضح ده جدا من طريقه الحوار ما بينهم. هي دي بقى الثغره اللي هنخش لهم منها. شويه اللخبطه اللي عملتها البنت دي هتخليهم يتصرفوا بعشوائيه، ومن هنا هنضرب ضربتنا. فاضي ربع ساعه؟ خير يا سيد مؤمن. في اجتماع يهمني انك تحضره، ويهمك انت كمان. واضح يا ادهم ان مش انت لوحدك اللي شايل هم اللي هاجروا. الحكومه خدت قرار النهارده اعتقد انه يهمك وهنحتاج لك فيه. قرار ايه يا فندم؟ رئيس الوزراء عمل اجتماع موسع النهارده وبلغنا فيه بالقرار، وانا انتهزتها فرصه وعرضت عليه فكره المشروع بتاعك عن المهاجرين وملفاتهم اللي لازم تفضل مفتوحه. نالت استحسان كبير. وادهم يا فندم مستمر في شغله، واضح انه بدا يوصل لحاجات مهمه جدا. بالتاكيد. يا فندم بس سيادتك ما قلتليش ايه هو القرار. قبل ما اقول لك ايه القرار، انا عايزك تجيب لي كم من المعلومات عن اليهود اللي هاجروا وسافروا اسرائيل، واعتقد دي مساله مش صعبه عليك. انا جبت معلومات فعلا يا فندم، وجاري البحث عن الباقي. كويس. اعتقد ان القرار اللي خدته الحكومه هيحمسك اكتر وتشتغل اكتر. شوقتنا يا فندم. ايه هو القرار؟ رفض، انت خرجتي امتى ورحت فين؟ نزلت بالليل من بدري وما رضيتش اقلقك. انت شكلك ما نمتيش اصلا. ولا عرفت اغمض عيني لحظه. ليه؟ بقولك ايه؟ انا عاوز اخرج كل يوم. كل يوم؟ عاوز اقضي معاك اكبر وقت ممكن. عايز اخرج واشم هوا واشرب وارقص واعمل كل اللي نفسي فيه. مالك يا بروف؟ انت كنت فين؟ مشوار كان لازم اعمله. مشوار ايه؟ ارجوك حسن ما تسالنيش عن اي حاجه. هتخرجني؟ اكيد. غبيه رمت نفسها قدام المدفع، رمت جدتها تحت عجل قطر قشاش، هلقت روحها بين السماء والارض. يعني ان الاوان. انا كنت كده بتفهم وهتنجي نفسها. أول مرة أشوفك إزهاك متردد كده. تردد لما يبقى في وقته يبقى اسمه الحذر. ديتها إيه؟ ومين هيدور عليها؟ ما هو ده اللي لازم نعرفه قبل ما نعمل أي حاجة. قصدك إيه إزهاك؟ المفروض تكون فاهم قصدي كويس. يعني ممكن يكون حد وراها؟ مش ده احتمال وارد؟ أيوه بس مين؟ هو ده اللي لازم نعرفه ونتأكد منه. ولو لقيناها نظيفة وما حدش وراها يبقى آن الأوان زي ما أنت قلت. خليك زي ما انت. مش هنلحقهم. ما ينفعش يا فندم، احنا مش كنا اللي احنا بندور وراهم؟ اكيد بيدوروا وراها، كده يبقى في احتمال ولو 1% انهم يشوفونا. احنا واخدين بالنا كويس وعاملين حسابنا. طول ما في احتمال لازم ناخد الحذر للاخر يا سالم. يا فندم انا بقول دي فرصتنا، خصوصا بعد اللي عملته مع موسى، واكيد هيتحركوا ومش هيعدوا اللي حصل دوت. انا عارف ده كويس. وهنسيبها تغيب عن عينينا؟ هننفذ الخطه البديله. مالك يا سالم مستغرب قوي؟ الحكايه بسيطه ما فيهاش اي حاجه. انا عايزهم يوصلوا لمرحله ان هم يطمنوا تماما، عشان لما نقرب احنا يبقى هما اللي بين ايدينا مش احنا اللي تحت عنهم. We'll be right back.
انت مش خايف من اي حاجة ولا من اي حد، ورامي كل همومك ورا ظهرك، لا بتفكر في اللي حصل ولا في اللي هيحصل ولا حتى اللي مش هيحصل. مالك يا بوف؟ انت بجد شكلك مش طبيعي النهاردة، في ايه؟ ليه يعني؟ شايفني ماشية على اربع رجلين ولاقيني بقت في قفايا؟ انا زي الفل اهو، مش خايفة من ولا حاجة. طب تعالي بس امشي جوه تاني. مش عاوزة ارتاح، انا عاوزة اشرب وافضل اشرب تاني عشان افضل كده طايرة ورجلي مش لامسة الارض. شفتي اديكي وقعتي، كنت هتعوري نفسك. يلا قومي. يلا خشي نامي جوه. مش عاوزة انام، مش عاوزة اغمض عيني، عشان انا كل ما بغمض عيني بلاقي نفسي في وسطهم وتحت ايديهم ومحاوطيني من كل حتة، عايزين يموتوني مع ان انا ما عملت لهمش حاجه ولا عايزه منهم اي حاجه. انا قلت لهم سيبوني سيبوني وانا مش هقوم، بس هما مش هيسيبوني. انا عارفه انهم مش هيسيبوني. مين دول؟ مين دول اللي مش هيسيبوكي؟ ردي عليا، مين اللي انت خايفه منهم قوي كده؟ تعبانه تعبانه وعايزاني توقفي.